يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع. فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرة.